عليكم البنات، كي راكم نتمنى ان شاء الله كامل تكونوا بخير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم، الا كنتم اول مره تدخلوا القناه نتمنى ان شاء الله تشتركوا وتفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كل ما هو جديد. اليوم جيتكم فيديو جديده ووصفه جديده، واللي هي كيك يومي، يعني بزاف اقتصادي وبزاف بزاف بنين. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. اذا جربتوه ما تنسوش تدعموني وتشتركوا. حاجه الاولى اللي راح نبدا بها هي المقادير. بالنسبه للمقادير حنحتاجو 2 بيض، 7 ملاعق زيت، 7 ملاعق حليب، و7 ملاعق سكر، 5 ملاعق فارينة، وملعقتين كاكاو، وكسوة نصف خميرة كيميائية، ومغرف كبيرة تاع لافاني، ورشة ملح. حاجة الاولى اللي نبدوها هي البيض مع رشة تاع الملح، نضيف عليهم لافاني وسكر ونضربوا كلش مع بعض حتى يتغير يعني اللون والقوام تاع الخليط، ويذوب لنا كامل هذاك السكر كما راكم تشوفوا. بديت نضرب فيه بالضرب الكهربائي، ولازم يعني البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني باش ينجح الكيك تاعك يعني لازم البيض يكون بدرجة حرارة المطبخ. وهنا بديت نضيف يعني في الزيت، ضفتها على يعني 3 مرات كما راكم تشوفوا. بعد ما كملت الزيت من بعدها نزيد الحليب، كما راكم تشوفوا راني نضيف الحليب ونكملو نضربو. وهنا ضفت يعني المكونات الجافة، هنا 5 مغارف تاع الفارينة. اذا كنتم راح ديروه يعني بدوق الفانيلا ديروا 7 مغارف تاع الفارينة، مي اذا بغيتو ديروه يعني بدوق الشوكولا ديفوا لي قسمو ديروا 5 مغارف تاع فرينه وزوج مغارف تاع الكاكاو. كما راكم تشوفوا ضفت الكاكاو والخميره الكيميائيه. بعدها خلطت كلش مع بعض. وهنا بعد ما ضفنا الفرينه يعني ما لازمش نضربوا الخليط بزاف، يعني فقط يعني تدخل المكونات مع بعض وخلاص، ما نزيدوش نضربوه. بعد ما تكون هذاك الخليط سيبو نحبسو ما نزيدوش نضربوه. وهنا جبت المول تاعي اللي راح نخدم به، درت فيه شويه تاع الزيت يعني دهنته بالزيت، وضفت عليه خليط بين الفرينه والكاكاو وحطيت الخليط. يعني هنا السر الثاني تاع المسكوت شو باش ينجح معاكم، لازم النار تكون مهيله يعني تكون قليله بالبزاف، ويعني طيبوه من التحت فقط، يعني كي يطلع صيبو ويطلع بيان ثم عاد نشعلو عليه من الفوق هكا باش يطيب في خاطره ويطيب يعني اسفنجي وباش ما يتحرقش بيان سور. هنا سي بون نروح ندخله للفوق ونتلاقاو بعد ما نخرجه ان شاء الله. وهنا بعد ما خرجته يعني شوفوا كيفاش طاب. هنا نخليه حتى يبرد تماما عاد باش نقلبوه ونديروه في صحن التقديم. هنا بعد ما برد شوفوا القوام تاعه كيفاش يجي بزاف بزاف هايل ويجي اسفنجي.
وهنايا بعد يعني مزين تاب شويه تاع الشوكولا والبانان وواحد الحلوه كانت عندي تاع الشوكولا، يعني تزيين بسيط فقط. هنايا التزيين يبقى اختياري، هنايا قسمت يعني قدامكم. شوفوا القوام تاعها كيفاش جا، جا بزاف بزاف بنين بزاف هايل. نتمنى ان شاء الله تجربوه وينال اعجابكم. واذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم والوصفه تاع اليوم، ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتخلوا جيم لا فيديو، وما تنساوش تخلوا دي كومونتير. ونتلاقاو في لا فيديو الجايه مع وصفه جديده ان شاء الله. والسلام عليكم.